أهلا بكم. الأرقام المتداولة عن ظاهرة الفقر في العراق تعد مؤشرات خطيرة لهذه الأزمة المتفاقمة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. المتحدث باسم وزارة التخطيط في العراق عبد الزهر الهنداوي أكد أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت بعد أحداث العاشر من حزيران عام 2014 بسبب نزوح 1.5 مليون شخص من محافظات شمالي وغربي العراق. وكانت وزارة التخطيط أكدت في إحصاء سابق لها ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30% بعدما كانت 19% نهاية العام 2013. وثمة تقارير محايدة تؤكد أن النسبة أعلى بكثير من التقديرات الحكومية. وبحسب الإحصاءات السابقة لوزارة التخطيط فإن محافظة المثنى في الجنوب هي الأعلى نسبة في الفقر بين محافظات العراق، تليها محافظات ذي قار والقادسية وبابل ثم محافظة صلاح الدين. ظاهرة الفقر في العراق وعلاقتها بالفساد الحكومي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل تفاقم ظاهرة الفقر في العراق مرتبط فقط بالأسباب الاقتصادية البحتة أم فاقمها سوء الإدارة والفساد الحكومي؟ وهل عملت الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 على التقليل من حجم هذه الظاهرة بخفض نسبها المئوية الحقيقية كما يقول خصوم الحكومة؟ وهل ثمة إجراءات حكومية جدية لمعالجة ظاهرة الفقر أو على الأقل التخفيف من وطأتها الحالية؟ وما هي التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على الأعراف والقيم المجتمعية السائدة والانحراف والجنوح نحو الجريمة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، هدى بالكبيسي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي نبحث فيها ظاهرة الفقر في العراق وارتباطها بالفساد الحكومي وسوء الإدارة. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. وسيكون معنا عبر الهاتف من عمان الدكتورة هدى الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، ظاهرة الفقر في العراق حقيقية وأزمة اقتصادية واجتماعية كما يقول خصوم الحكومة ومناوئو التجربة الديمقراطية، أم ثمت مبالغة في هذا الملف والحديث هنا مشاكسة أو نكاية بالتجربة السياسية أو التحول السياسي والتجربة الديمقراطية في العراق؟ هناك مبالغات. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد داني، أولا أقول أن الفقر لا يمكن حصره في إطار العوز المادي. الفقر يشمل التعليم، يشمل الصحة، يشمل الخدمات، يشمل الأمن، يشمل صور متعددة له، يشمل كل شيء. نعم. إذا ما جينا لكل هذه الفقرات، لكل هذه تقسيمات في الفقر، سنجد أن العراق من أفقر دول العالم. يعني هذا ليس اتهاما لحكومة، ليس اتهاما للوضع الحالي، لكن هو إقرار بواقع حال موجود الواقع الآن. نعم. في العراق من عام 2003 لحد الآن قد الحكومة تنفي وجود الفقر في العراق. سنتحدث عن الموضوع. قد تقول أن الفقر يعني توارثته هذه الحكومة، وهي لديها ما تسميه استراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. نعم. وقبل يومين ربما سأتي على هذه الاستراتيجية لوضح لأجيب على سؤالك. نعم. الحقيقة قبل يومين صدرت استراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر عن الحكومة. نعم. صدرت للأعوام من 2018 لغاية 2022 قرار فيما يسمى بشبكات الحماية الاجتماعية. نعم. شبكة الحماية الاجتماعية. نعم. في من بيان هذا أو ما يعني ما جاء في ديباجة هذه الاستراتيجية عن الفقر، وزارة التخطيط تتحدث والحكومة تتحدث. وزارة التخطيط تقول في هذا البيان، تقول أنه مجموع الفقراء في العراق 32% ويشكلون 32%. إذا سلمنا بهذه النسبة مثل ما يقولون، ومثل ما يقولون الآن ويتحدثون عن الانتخابات يقولون أن نفوس العراق 38 مليون، فإن نسبة 32 تشكل 12 مليون
و160 ألف عراقي فقراء، ثلث سكان العراق. نعم. وأعود مرة أخرى وأقول أنه هذه النسبة ليست صحيحة، ولماذا؟ سأقول لماذا من خلال بيان الاستراتيجية نفسها. في بيان الاستراتيجية وزارة التخطيط تعتبر أن كل مواطن وارده الشهري، كل مواطن، كل فرد عراقي وارده الشهري 50 دولار فما دون هو فقير. نعم. بمعنى أنه وارده اليومي لا يزيد عن دولار، يمكن دولار وشوية، دولار وربع يمكن بهالحدوث. نعم. ومن كان وارده 60 دولار فما فوق فهو لا يعتبر في خانة الفقراء. إذا كان مثل ما نعرف أن الدولار اليوم ب 1250 دينار عراقي، نعم، إذا 60 دولار قسمها على 30 يوم بمعنى دولارين، عندما يكون الدولار 1250 بمعنى أن المواطن اللي ما يعتبره فقير وارده اليومي 2500 دولار. ليقول لي أي مسؤول بالدولة العراقية، ليقول لي أي مواطن في العراق، ماذا يمكن شراء أي سلعة، ماذا يمكن شراء ب 2500 دينار عراقي؟ ماذا يمكن شراء؟ هل يمكن شراء خبز يكفي لإعالته، لملبسه، لأكله، لشربه، لتداويه، لتنقله، لأي شيء؟ ل 2500 دينار لا تعني شيئا في العراق. طفل عندما تعطيه 2500 دينار ليذهب إلى أحد الأسواق يشتري شيبس وما أعرف هذه القضايا الصغيرة وعلبة ما أعرف شنو، ربما علبة عصير، ربما أغلى من هذه 2500 دينار. إذن القياس الموضوع، خط القياس الموضوع خطأ، فيه إيهام للناس، فيه كذب. أنت إذا ما جئت، إذا ما عدنا وأنا يعني في نفس استراتيجية، هذا ما تحدث فيه استراتيجية، تحدث عن نحو مليون أو 750 ألف من تعيلهم الرعاية الاجتماعية. نعم. يعطوهم بالشهر 100 دولار، المئة دولار تساوي 120 ألف. كل هذه الشريحة اللي تعطى 120 ألف تبكي وتشحذ من الشوارع، لأنه هذه 120 ألف يحتاج أن يدفعون سكن، والسكن اليوم في العراق لا يقل الإيجار عن 400 أو 500 أو 600 ألف دينار عراقي، تنقل، طبابة، الملابس، الأكل، الشرب، فهذه كارثة. إذن القياس هذا حتى إذا كان 100 دولار وإذا كان 200 دولار هي كذبة. فبالتالي إذا ما القياس تعدله سنصل إلى 200 أو 300 دولار ويعتبر فقير. إذا ثلاثة أرباع الشعب العراقي هم فقراء. والحقيقة أن هناك نسبة 23% من العراقيين فقط من هي الطبقة الحاكمة، والأحزاب، أحزاب العملية السياسية يشكلون 23% من الشعب العراقي بإحصائياتهم، هي الشريحة فقط التي تعيش في بحبوحة. دكتور، والباقي 77 أو كذا، هذه كلها نسبة تعيش في الفقر والفقر المدقع. وهنا نقطة، هل من مسؤوليات الحكومة ومهامها أن تتحمل وتعيل كل هذه الجيوش المليونية 12-13 مليون من الفقراء والمعوزين والطبقات الفقيرة، توفر لهم السكن والمأكل والتعليم والصحة؟ هذه جيوش مليونية هذه. نعم. عندما تكون الدولة فقيرة ربما لا تلوم الدولة ولديها مشاريع لا تكفي تحاول سد، لكن في حقيقة العراق بلد غني جدا جدا، موازنات انفجارية هائلة كارثية. من عام 2003 لحد الآن وارداته فقط من النفط أكثر من تريليون دولار، ولديه هذه الأعداد الكبيرة الضخمة من الفقراء. في آخر القمة العالمية التي عقدت في دافوس. الإمارات، لا في الإمارات، اللي عقدت أخيرا، تحدثوا عن 30، كان يعني يمكن 138 دولة حضرتهم ممثلين عن 138 دولة، تحدثوا عن 30 مليون مواطن فقير عربي، منهم 10 ملايين تحت خط الفقر من العراق. من 30 مليون مواطن عربي لدينا 22 دولة عربية، مو أليس كذلك؟ نعم. من 22 دولة نحن من أغنى دول الدنيا، مو بس دول العربية، بثرواتنا الهائلة، بثروات اللي الله أحباها للعراق، وهذا حال العراق. من مجموع العالم إذا سمحت لي، تفضل، 170 مليون فقير في العالم، في 22 دولة هي الأفقر
الأفقر، من ضمنها العراق موضوع بالقائمة، الأفقر، مواطني الأفقر. إذا احنا لدينا كارثة. سنتحدث عن هل من هو ظاهرة الفقر هل تتناسب مع بلد بكل هذه الثروات الكبيرة بترولية وغازية وطبيعية وطاقات وأيضا موارد بشرية. سنأتي إلى هذه النقطة. دكتور عبد الحميد العاني، يعني عند الحديث عن الظواهر السلبية في العراق بعد العام 2003 ومنها ظاهرة الفقر التي نتحدث ونبحث في أسبابها وتداعياتها اليوم، دائما ما يلقى اللوم على الحكومة كما تفضل دكتور رافع وألقى باللوم بالكامل على الحكومات المتعاقبة دون النظر أيضا إلى الأسباب، الأسباب أخرى لهذه الظاهرة كظاهرة الفقر. يعني هناك أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، الكل يلقي أو خصوم الحكومة يلقون بهذه باللوم على تفشي أو اتساع هذه الظواهر السلبية. يعني هذا تحامل ربما أيضا يعني من قبل خصوم الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة من ينظر إلى واقع العراق يرى مثل ما ذكر وأشار فضل الدكتور قبل قليل أرقام مهولة ومرعبة جدا في هذا الجانب. نعم. ونحن نتحدث عن هذا الفقر، حقيقة العراق الواقع العراقي هو ليس فقرا طبيعيا وإنما هو إفقار. وأنت تسأل عن الحكومة، إذن ما دور الحكومة إذا لم يكن من واجبها تصحيح هذه الأوضاع؟ إذ هنالك دول ودول جوار وقريبة من العراق ليست لديها إمكانيات لا تقارن بالإمكانيات العراقية، ونرى مع ذلك أنه لا يوجد لديها فقر. لماذا؟ هنا يظهر الفارق. ليس لديها فقر بالمستوى الحاد أو الصورة الحادة التي في العراق بطبيعة الحال. فالناس هنا لماذا؟ لأنه هذه الحكومات من أهم واجباتها هي إدارة شأن الدولة، والمواطن هو أولا وأخيرا هو الذي يتحمل هذه النتائج. فحينما الآن نتكلم عن قضية الفقر وهذه الظواهر السلبية جميعا، لأنه أولا وأخيرا المواطن هو الذي يتلقى أو يتحمل ويقع على عاتقه عفوا هذه نتائج هذا الأمر. هذا الآن ما تقوم به الحكومة أو الإفقار الذي سميته هو سببه الأول والأخير هو الحكومة الحالية. كيف هو لأنه إفقار؟ لا يوجد إفقار. هو نعم، هل القضية متعمدة من الحكومة أن تفقر المجتمع؟ هنالك أولا نحن لما نقول إفقار من هو المتسبب بهذا الواقع الآن؟ الآن يوجد في العراق فقر، وهذا ليس تحاملا، هذه أرقام دولية ومنظمات مستقلة وأممية ومحلية، والشارع العراقي كله يتحدث عن هذا الأمر وهذا واقع. الصورة واقع الناس هو الذي يقول هذا الأمر وينادي بضرورة إصلاح هذا الأمر وهذا الفساد الموجود حاليا. لماذا؟ ما هو أسبابه؟ إذا قارنا هذا الواقع الفقر مع الإمكانيات والثروة الكبيرة الموجودة عند العراق، فسنرى أن هنالك تعمدا في إدارة هذا المال وعدم ذهابه إلى واقع الناس وإلى مشاريع تنموية وإلى صناعة وإلى زراعة وإلى غير ذلك، البطالة وإلى غير هذا، كلها تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية بسوء إدارتها بل بتعمدها. الآن نأتي، هل هو متعمد؟ نعم. من الذي يقوم بهذا الإفقار؟ هنالك أولا الدوات أو الاحتلال بشكل رئيسي الذي ينهب ثروات هذا البلد، ثم بعد ذلك أدواته التي تنفذ مشاريعه وأيضا منتفعة من هذا الفساد. الفساد الحكومي عموما يعني. الفساد الحكومي لأنه يعني أحد أسباب الفقر. نعم. هو الفساد. نعم. حينما هذا المال الذي هو مخصص للشارع العراقي يذهب إلى جيوب هؤلاء المسؤولين الفاسدين وإلى حسابات الدول الأخرى، تقول عملية إفقار وليس فقر. يكون هنالك إفقار طبيعي. متعمد. لماذا؟ تسأل لماذا هذا الإفقار؟ أولا هنالك غاية الانتقام من الشارع العراقي، من الشعب العراقي عموما. ثانيا نظريتهم أو هدفهم من هذا أنه إذا بقي الشارع أو الشعب فقيرا محتاجا فإنه قدر الإمكان سيكون محتاجا لمن يعطيه الغذاء ويمد له بلقمة العيش، فيكون مرتبط. يعني هنا ضمان التبعية، يريدون هكذا يهدفون. نعم. ويقصدون أنه ضمان تبعية الشارع أو الشعب العراقي لهم ويبدو أن الواقع حتى الآن هناك الواقع نعم. الآن وردت فعل المجتمع يبدو عكسية، هذا انقلب استحرار السحر، إذا هذه النغمة والسخط الشعبي لها أسباب أخرى هذه. نعم. ربما نتحدث سنتحدث عنها. دكتورة هداب الكبيسي في عمان، مساء الخير أولا. مساء الخير لك أستاذ ماجد والسادة الضيوف معك في الاستوديو.
شكرا جزيلا. الحكومة وزارة التخطيط تتحدث عن 30% نسبة الفقر في العراق، وطبعا ألقت باللوم على تصاعد هذه النسبة. كانت تتحدث عن نسبة عام 2013 أنه حوالي 13%، تصاعدت هذه النسبة إلى 30%، ألقت اللوم على أحداث 2014 سيطرة تنظيم الدولة على ثلث العراق. الحكومة تتحدث عن 30% نسبة الفقر في العراق، خصومها يتحدثون عن نسبة أكبر، ما هي الحقيقة هنا؟ نعم، شكرا لك أستاذ ماجد. في حقيقة الأمر كما ذكر السادة الحضور معك في الاستوديو، يعني يبدأ الموضوع من النظرة إلى أنه لا يمكن أن لأحد أن ينكر وجود حالة من الفقر المدقع في العراق، وهذا الفقر واضح جدا سواء في نسبه من خلال تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال التقارير الأخرى الدولية المرفقة مع المنظمات الدولية الأخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى إضافة إلى ذلك، هذه العشوائيات التي بدأت بعد 2003 تظهر جليا في بغداد وفي ضواحيها، أيضا هذه كلها جزء من ظاهرة الفقر، لذلك لا يمكن لأحد أن ينكر وجود حالة الفقر. ولكن المسألة الرئيسية هنا أن بالرغم من أن السادة الحضور والدكتور الفلاحي ذكر أن هناك استراتيجيات، استراتيجية الأولى من 2010 إلى 14 الوطنية الأولى لتخفيف الفقر، والثانية من 2018 إلى 22، ولكن رب سائل يتساءل لماذا وضعنا الاستراتيجية الثانية ولماذا لم تجدي نفعا الاستراتيجية الأولى؟ هنا نعم. هذا هو التساؤل. نعم. التساؤل هنا يطمن أكيد في ضعف الدولة وفي ضعف إدارتها، وأيضا يجب أن ننظر بشكل واضح وجلي على ضعف وزارة التخطيط في تحديث معلوماتها وفي وضع خطة واستراتيجية صحيحة، بحيث أننا نستطيع أن نرجع إلى بيان ونتواصل مع البيانات التي ترفق سواء من خلال التقارير الدورية أو ما يقال بالنسبة لهم من خلال اللقاءات التلفزيونية التي في بعض الأحيان تثير موضع الشك والجدل في نفس الوقت من قبل مسؤولين في وزارة التخطيط. خاصة قبل كم يوم كان هنالك لقاء لوزير التخطيط وذكر أرقام تماما تختلف عن الأرقام التي نحن الآن في صددها. إذن هنالك عدم اتفاق ما بين المركز وهي الوزارة، وبالتالي بعدم إعطاء معلومات صحيحة. هذا من جهة. من جهة أخرى في هذه النقطة دكتورة إذا سمحتي لي، هل عملية التفاوت في الأرقام بين الإحصاءات أو الأرقام الحكومية وأرقام الدولية كما ذكرتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هل العملية مرتبطة بالفوضى الحالية في العراق أم قضية متعمدة بهدف التضليل وتقليل حجم هذه الظاهرة وإخفاء حقيقتها كما يقول دكتور رافع الفلاحي هنا؟ نعم، رح أربط لك إياها في كل هذه الأشياء أستاذ ماجد. يعني نعم. بالشكل التالي، هي من جهة للتضليل، ومن جهة الثانية لسوء الإدارة، ومن جهة ثالثة لعدم معرفة، يتوقعون أنه أن الآخرين يعني ليسوا على علم أو أنهم لا يتابعون ما يجري في العراق، وخاصة هنالك تقارير دولية كثيرة الدقة في هذا المجال. نحن نتكلم هنا عن الفقر، ليس عن فقر الرفاهية، وليس عن الفقر الذي نتحدث عنه لفترة زمنية قصيرة. نحن نتحدث عن الفقر الكلي وليس الفقر الدوري، ولكن هنالك عدم وضوح في المعنى وفي المفهوم بالنسبة للمسؤولين الموجودين في العراق لظاهرة الفقر، أو يتناسون أو ينسون أن ظاهرة الفقر يجب أن تفسر في العراق خاصة وليس في أي دولة أخرى بشكلها الصحيح، بأنه فقر كلي وليس فقر دوري، أي بمعنى أنه لا يحدث اليوم وبعد غد وخلال أسبوع أو شهر قد ينتهي أو خلال أشهر. لا، نحن أصبحت لدينا هذه ظاهرة مستعصية، فقر مزمن، هناك فقر مزمن مدقع. أحسنت. نعم، أنا أتفق معك. بالنتيجة أن وضع الاستراتيجيات ووضع هذه الاستراتيجيات مرتبط بالفساد الدولي الموجود والذي يتزايد يوما بعد يوم، الذي كنا نشهده في فترة الماضية في 2010 وقبلها، وكنا نتوقع أنها ستحل هذه المشاكل الفقر والفساد. دكتورة، فيما يتعلق بالاستراتيجية التخفيف من الفقر اللي طرحتها الحكومة حتى قبل يومين،
بدعم شبكات الحماية الاجتماعية، هل تعتقدين أن هذه استراتيجية مبنية على أسس علمية واقتصادية صحيحة، أم القضية كما يقول أيضا خصوم الحكومة مرتبطة أيضا بدعاية انتخابية مؤقتة ومرحلية؟ نعم أنا أتفق معك أيضا، وهذه كلها متفق على مرحلة انتخابية الجديدة القادمة، لأن راح أوضح لك بالشكل التالي. نعم. كي نستطيع أن نتخذ الاستراتيجية الثانية الوطنية لتخفيف الفقر اللي هي من 2018 إلى 2022 يجب أن نرجع إلى شيء يسبقه ذلك، وهو النمو الاقتصادي. ومع هذا النمو الاقتصادي هو أيضا النمو السكاني، ومع هذا النمو السكاني والنمو الاقتصادي يوجد هنالك الدين العام، يعني هنالك ثلاثة متغيرات اقتصادية كبيرة مرتبطة مع بعضها البعض. وسأعطيك نسب حتى أبين لك إنه هذه الاستراتيجية كيف سوف لن تعمل. بالشكل التالي، أن النمو الاقتصادي حسب ما حدد البنك الدولي حدد بين 2019 توقع إلى سيكون 1%، واحد نسبة 1%، وفي 2018 سيكون 2.6%. بمعنى هذين النسبتين وهي 2 و1 إلى 2019 يجب أن يقابلها نقطة مهمة، هو أن النمو السكاني في العراق يجب أن يكون أقل من 3%، والحال أن النمو السكاني في العراق هو 3% وأكثر من ذلك، وأن النمو الاقتصادي في العراق يجب أن يقابله 3%، ومع هذا ستحدث النتيجة صفر، فإنك سوف لن تحقق شيئاً في تخفيف من استراتيجية الفقر أو حل مشاكلها. إذن أنت يجب أن تأخذ بالدرجة الأساس نمو الاقتصادي أكثر من نسبة 3% في 2018 و2019، وهذا لم يحدث في تقرير آخر تقرير للبنك الدولي، ويجب أن تقلل من عدد السكان، نمو عدد السكان، حتى تستطيع أن تقضي على ظاهرة الفقر. فكيف لك أن تسير وتتكلم باستراتيجية نمو جديدة للفقر وتخلص من الفقر وأنت لا تستطيع أن تحل المشاكل الأساسية المحدثة لهذا الفقر، وهو النمو الاقتصادي ونمو السكان؟ أنت لا تترك الأشياء الأولية على حالها وتأتي لتحل النتائج. كل شيء لديه جذور، لا نترك الجذور ونأتي نشوف كيف احنا حنحل الفقر، وبالتالي لذلك أصبح لدينا استراتيجية ثانية لسوء الإدارة. نعم. وعدم النظر في المعلومات والبيانات التي تصدر من الاتفاقيات الدولية أو من صندوق النقد الدولي، وبالتالي نحن دائما نعطي يعني في هذا المجال، وهذا ما لاحظته، نعطي بيانات، يعني العراق يعطي من خلال مسؤولين الموجودين لديه يعطي بيانات تماما مغايرة للحقيقة. ولا أعلم إذا الآن يعني يتسع الحديث في هذا المجال بالنسبة للنسب الأخرى، لأن الفقر مرتبط بظاهرة البطالة، وظاهرة البطالة سببها سنناقش هذه الظواهر دكتورة. نعم. إن شاء الله في حلقات قادمة. نعم. طبعا بالاستئذان من المشاهدين الكرام ومن الضيوف الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في ظاهرة الفساد الفقر في العراق وارتباطه بالفساد الحكومي. يبقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ظاهرة الفقر في العراق وارتباطها بسوء الإدارة والفساد الحكومي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والباحثة الأكاديمية دكتورة هداب الكوبيسي. دكتور، الحكومة تتحدث وتنفي أن هناك ظاهرة للفقر أو بعض مسؤوليها للدقة، وأنه الفقر موجود في العراق لم يبلغ حد أن يكون ظاهرة خطيرة اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية في ضوء ما تقدمه الحكومة للمجتمع من خدمات أو إعانات. نشاهد، أسمع الجواب بعد من نشاهد هذا المقطع لزعيم ميليشيا بدر هادي العامري، ثم نستمع لدكتور رافع. نعم، هذا الفقر هم كذبة، أقولها كذبة. يعني شلون كذبة؟ ماكو بلد، ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي تطي احنا رواتب، نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية، 100,000 امرأة أرملة، بطاقة تموينية. ايش قد تاخذ؟ اسمح لي اجاوبك عليه. الصحة ببلاش، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش، بطاقة تموينية ببلاش، كهرباء ببلاش، مي ببلاش. اليوم أحد المشاكل الحقيقية اللي أنت تقولين ماكو إعمار، لأنه كلها رايحة تشغيلية. اليوم إحنا فقط موازنتنا التشغيلية اللي طرحوناها، وزود هذا وزود. دكتور، منين يجي الفقر؟ كله بلاش بالعراق الخدمات. يعني هذا الكلام كبير، الفقر في العراق. ربما هذا الكلام يعني ينطبق عليه وصف من المضحك المبكي الحقيقة. أولا يرد على، يعني يكذب هذا الكلام، الحكومة تكذبه عندما تضع استراتيجيات لمكافحة الفقر فهي تكذبه، إقرار بأن هناك فقر، إقرار بأن هناك فقر. نعم، ما يكذب هذا أنه يقول نعطي ماء بلاش، كهرباء بلاش، كهرباء غير موجودة، والماء غير صالح للشرب، 85% من العراقيين يتناولون مياه تصلهم مياه غير صالحة للشرب ومسببة أمراض وكوارث بالصحة، إضافة إلى ما يتحدث عنه يعطون رواتب موظفين يتباهون أنه لديهم جيش من الموظفين، جيش من العاطلين، لأنه لديك 5 ملايين مثل ما يتحدثون، 5 ملايين موظف يعطوهم 42 مليار دولار سنويا. هذه كارثة، هذا ترهل. دولة بهذا الحجم من العراق لديها هذا العدد من الموظفين، هذه كارثة كبيرة جدا جدا. حجم العمل اليومي لأي موظف لا يتجاوز دقيقتين باليوم، دقيقتين. احنا نعطي هذه الرواتب، هذه كارثة، هذا سوء تخطيط وسوء إدارة وفساد. إضافة إلى هذا، أعود مرة أخرى للحديث عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتخفيف من الفقر اللي صدرت قبل يومين. هذه استراتيجية حتى تعالج الفقر اللي يدعي العامري واللي يريدون يعني الآن يتحدثون أنه سيكون رئيس الوزراء القادم. هذه أيضا كارثة العراق المستمرة اللي الشعب العراقي يجب أن يعي هو وين رايح، وين بيادرب رايح، وذولا وين قايدي. هذا اللي ينفي الفقر، وعشر ملايين عراقي يأكلون من المزابل، يعيشون تحت خط الفقر في المزابل. لماذا يعيشون هؤلاء في المزابل؟ الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 9 ملايين عائل، أسرة تعيش بأماكن للسكن لا تصلح السكن الآدمي. 9 ملايين أسرة. لاحظ، تحدث عن 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 ماذا؟ عموما نعود للاستراتيجية. الاستراتيجية تتحدث أن الخطة لمكافحة الفقر أو للقضاء على الفقر هو اقتراض 300 مليون من البنك الدولي، كأن العراق يعني ما مقترض وفقير وبلد فقير وما عنده موارد يقترض. لماذا هذه؟ لكي تصنع مشاريع تحاول أن تحفز البيئة أو تجد البيئة المناسبة لمواجهة الفقر. ويتحدث هي استراتيجية أيضا عن تنمية القطاع الخاص. بلد قضى على الصناعة، قضى على الزراعة، أنت ليس لديك صناعة وليس لديك زراعة. الدكتورة أشارت إلى البطالة، وأنت لا يمكن أن تتحدث عن الفقر إذا ما تحدث عن البطالة. البطالة في العراق تتجاوز 65%. من المسؤول عن البطالة هذه؟ عندما تقضي على الصناعة، عندما تقضي على الزراعة، عندما تقضي على الأنشطة التجارية والأنشطة الخدمية كلها، المواطن وين يذهب؟ الآن ما عنده غير وظيفة، لو يروح للدولة هذه اللي البطالة المقنعة، أو يذهب للجيش والشرطة اللي هي جزء من هذه اللي يتحدث عنها، هي يعطون رواتب جيش الشرطة وأمن وما أعرف من وميليشيات تعطيه هذه، عسكرة المجتمع. وإلا فهو في الشارع
يستجدي ليس لديه أي شيء. فبالتالي القضية قضية لا يمكن يعني إنكارها، وضعها في إطار يتحدثون عن أنه مشكلة عارضة، يقولون أنه مستوى الفقر كان قبل 3 سنوات 17%، الآن زاد 32%. طيب أنت لديك الآن 6 ملايين مهجرين، 6 ملايين، 3 ملايين الآن قالوا أنه عادوهم، وثلاث ملايين بعدهم الآن بالمخيمات، هؤلاء كلهم من الفقراء المدقع، فقر المدقع. وبالتالي دكتور كما يقال أنه دفع القمامة تحت السجادة لن ينكر وجود هذه كذبة. نعم كبيرة الحقيقة. نعم. الأرقام أرقام مهولة الآن لدينا. وفي نفس النقطة أيضا دكتور عن قضية استراتيجية، دكتور عبد الحميد، الحكومة تتحدث هذه ثاني مرة وثالث مرة تتحدث عن استراتيجية لمكافحة الفقر أو التخفيف من غلوائه والتخفيف من وطأته. كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تنجح في ظل فساد حكومي متغول وسوء إدارة، وكما قال دكتور رافع انعدام في الرؤية والتخطيط والإدارة الموارد؟ كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تنجح؟ استراتيجية صادرة من حكومة فيها العامر الذي ينفي هذه هذا الفقر، فكيف ستكون؟ ما يهم الشارع العراقي هو العمل وليس والنتائج على أرض الواقع وليس الشعارات ولا هذه ما يرفع أو يذكر من استراتيجيات وغيرها ليست غايتها إلا فقط الدعاية الانتخابية والإعلام وغير ذلك. ما ذكره العامري قبل قليل من أنه يعطي رواتب، كأنه أيضا لو تأملنا في لغة الخطاب هو كأنه يمن على الشعب العراقي منا. هل هذا أول واجبات الحكومة هي هذا الأمر؟ ثانيا القضية، هل مرتبط الفقر فقط بالرواتب، تأمين الرواتب؟ هل كل من يستلم الرواتب اليوم من الشارع من الموظفين، هل كل الموظفين هم فوق خط الفقر؟ كثير من الموظفين الآن يستلم رواتب هي أيضا تجعلهم تحت خط الفقر مشمولا بها. هل هؤلاء الذين يستلمون الرواتب من الموظفين هم أشار لهم الدكتور قبل قليل النازحين وغيرهم، هذا احتياجاته؟ إذا احتياجات المواطن العراقي هي أكثر من الراتب الذي يمن عليه في هذه الحالة. هذه القضية قضية الاستراتيجيات وغيرها ليست أكثر من دعاية انتخابية وللاستهلاك الإعلامي. الشارع العراقي يريد عملا، يريد النتائج، ولا نتائج على أرض الواقع إلا مزيد من الفساد. نعم. الذي كانت نتائجه أولا وأخيرا على الشارع العراقي الذي لا يرى لا صحة ولا تعليما ولا أمنا، يعني واستنزاف مقدرات الدولة كلها هو المجني عليه أولا. نعم. وأخيرا دكتورة هدى بالكبيسي، يعني الحكومات في العراق بعد العام 2003 تقول أنه يعني الفقر في إطار الدفاع عن نفسه، أن الفقر ظاهرة عالمية، ما من دولة في العالم إلا وفيها نسبة من الفقر والفقراء، وهذا الكلام ينطوي على الكثير من الصحة. لكن هل الظاهرة ظاهرة الفقر في العراق الآن بهذه الحدة تتناسب مع إمكانيات البلد من ثروات طبيعية هائلة، نفط، غاز، كبريت، زراعة، مياه، طاقات بشرية، ثروة بشرية كبيرة، هل القضية متناسبة؟ لا بالتأكيد أستاذ ماجد القضية غير متناسبة، وبالتأكيد أيضا نحن في جوهر نظرية الاقتصاد السياسي وربطها وربط الفقر بالفساد معا سنلاحظ بالشكل التالي. سنلاحظ أن عدد النازحين الذي يتراوح بين 4.5 مليون، بعضهم يشير إلى 1,800,000، وأرقام أخرى تشير إلى أكثر حتى من 4.5 مليون. ولكن إذا رجعنا إلى الأرقام الموجودة المتوفرة لدينا سنجد أن هنالك حالة عدد فقراء 4 أشخاص من بين كل 10 نازحين أو أقل من 10 نازحين، هذا من جهة. من جهة أخرى أن حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 انخفضت من $7,000 إلى $4,000، وهذا دليل واضح على أنه يوجد هنالك حالة متراجعة للمدخرات المالية وللإيرادات التي يتم التصرف بها، وبالتالي إلى بدء بظاهرة أو استفحال ظاهرة الفقر. هذا إضافة إلى ما ذكرناه في البداية إلى أن الدين العام المقدر له في 2018 سيكون $132 مليار بالمقارنة مع $123 مليار في نهاية 2017، بمعنى أننا في خضم هذه الأرقام كلها يعني أننا أمام
بالتأكيد فساد مالي، هذا إذا ما عرفنا أيضا أن هنالك مساعدات مالية تأتي للنازحين ولكن لا نراها، وهنالك جهات أخرى تخفيها أو تتعامل بها بشكل أو بآخر ليس مع النازحين. إذن نحن في بشكل عام رح نلاحظ بالموضوع ظاهرة الفقر وحلقة الفقر أنها مستمرة هذه الحلقة، وهذا ما أردت أن أسألك عنه، يعني ما المتوقع لهذه الظاهرة في المستقبل القريب في ضوء كل هذه المشاكل الاقتصادية والمالية والفساد المالي وسوء الإدارة وعدم وجود استراتيجية اقتصادية علمية حقيقية، عدم وجود رؤية واضحة عند الحكومة لمعالجتها، ما المتوقع لهذه الظاهرة في المستقبل؟ يعني هذا المتوقع في المستقبل أن هذه الظاهرة بالتأكيد ستنمو أكثر وأكثر وستظهر لدينا أرقام سيتعجب لها الكل، ولكن لو استطعنا أن نقوم ببعض الاستراتيجيات البسيطة في داخل البلد من إحياء بعض المشاريع الصغيرة وأن نتوقف عن هذه السرقات المالية الموجودة هنا وهناك لكان استطعنا أن نقضي على البطالة، والبطالة هي جزء من الفقر. فالبطالة مثل ما ذكروا السادة الحضور لديك في الاستوديو 59 إلى 65% قد نعم تختلف من تقرير إلى آخر. نعم. وهذا من جانب، من جانب آخر هنالك كما نعرف احنا كنحن اقتصاديين هنالك بطالة مؤقتة في العراق 31% وبطالة مقنعة 43%، ولسنا في صدد التفسير في انواع هذه البطالة كل وحدة شلون كيف تعمل، لكن نحن في صدد نقطة أساسية مهمة ان هذه البطالة عندما نتكلم ونتحدث في المؤتمرات الدولية أو في عبر الفضائيات يجب أن نتحدث ونكون دقيقين في ذلك، أي يجب أن نقول النسبة التي ذكرت الآن هي ما بين 59 إلى 65 كما ذكرت من قبل الدكتور الفلاحي أيضا. نعم. 65 اللي ظهر قبل كم يوم كان وزير التخطيط سئل عن هذا السؤال عن مدى البطالة في العراق وظاهرة الفقر وعلاقتها مع بعضها الأخرى، ذكر أنها 20%، يعني فكيف له أن يذكر أنها 20% وهذه هي لبطالة مؤقتة ويشير إلى أن هنالك يوجد عمل ولكن الناس بعضها لا تريد أن تعمل، فإننا بالتالي أننا ننفر، يعني خلط النظرية الاقتصادية ببطالة المقنعة بالبطالة المؤقتة وما إجى على فكرة البطالة الرئيسية الأساسية اللي هي أنت تقيسها على عدد السكان. نعم. وعلى الفورس ليبر اللي هي قوة العمل الموجودة عندك. نعم. من 15 أو 18 إلى 63 سنة، نسى وتناسى كل ذلك ويقول له عندي 20%، يعني شايف الشعب العراقي كله دا يشتغل، ويجب أيضا إحنا نتوقف عند هذه المفاهيم ويجب أيضا أن نصلح حالنا، إذا ما صلحنا هذه الأحوال فكيف لنا أن نستطيع أن نعبر على الجانب الآخر. شكرا شكرا الدكتورة هدى بالكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا. دكتور رافع الفلاح، في ضوء الحديث أيضا عودة حديث عن شركاء العملية السياسية الأحزاب عن أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون هي المنطلق الحقيقي للإصلاح الشامل ومنها إصلاح الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الفقر، هل ثمة تعويل على الانتخابات البرلمانية القادمة لمعالجة الفقر، كبح جماحة، إراحة الناس اقتصاديا؟ جرى خلال يعني من عام 2003 لحد الآن عمليات انتخابية متكررة، لكن خلال هذه 15 سنة جرت عملية سحق لفئات المجتمع العراقي حقيقة بالفقر بالأمراض بالميليشيات بالطائفية بالسياسات بالتخريب بالتهجير، سحق لفئات المجتمع، هذه الحقيقة. الفساد سيد الساحة في العراق ويصاحب الفساد نظام الرشا، نظام الرشا الآن مستشري في كل مكان، أفرغت جيوب الناس حتى من لديه معاملة بسيطة يجب أن يدفع الرشا لمن يروج هذه المعاملة لمن يعني ينجز هذه المعاملة وقد لا تنجز. بل القضية وصلت دكتور أن هناك ناس أبرياء يؤخذون وهم يعلمون. نعم. الصوت تعلم أنه أبرياء فيدخل السجن يدفع رشوة حتى يخرج. هذا ما أريد أن أقوله، هناك نظام كامل خرب، نظام سياسي أسس لتفاصيل كثيرة كلها مبنية على الفساد والخراب وغير العدالة، لا توجد عدالة اجتماعية، لا توجد مساواة، توجد تفرقة، يوجد حيتان يأكلون أموال الناس، البلد ذاهب إلى شركات أجنبية وإلى مقاولين وإلى هذا الخراب،
كيف يمكن الانتخابات أن تعدل ذلك وتنهي الفقر؟ الفقر مرتبط بكل هذه السياسات، إن لم تعدل هذه السياسات الفقر سيزداد وسيمضي في طريقه وسيصبح غولا لا يمكن علاجه، هذه الحقيقة. أما أن يتحدث وزير التخطيط عن 20% هذه كذبة كبيرة الحقيقة. الآن مدن الجنوب التي يتحدثون أن ليس فيها، عندما تحدثهم يقولون أن الإرهاب قد عاقنا، ماشي طيب نعم. مدن الجنوب أكثر المدن تضرراً وأكثرها فقراً، هذا وفق إحصائيات وزارة التخطيط. نعم وزارة التخطيط تتحدث نعم. عن هذا نعم. والحكومة تتحدث عن هذا. أكثر مدينة بها بطالة، أكثر محافظة بها بطالة ذي قار، مثنى، محافظة المثنى حضرتك ذكرتها نعم. أكثر مدينة فيها فقراً نعم. أكثر من 95% من الفقراء من أهل المدينة من الفقراء. ذي قار أكثر من 85% من أهل ذي قار القادرين على العمل هم في طوابير ثم البطالة ثم القادسية ثم بابل نعم وهكذا بالنسبة للجميع. إذن نحن أمام كارثة كبيرة. الفقر جزء من سياسة عامة، لا يمكن إصلاح يعني القضاء على الفقر من دون إصلاح الإطار العام، الإطار السياسي العام. إذا كانت السياسة غير متقصدة أن تبني في البلد صناعة، أن تبني فرص للعمل، أن تراعي الزراعة، أن تراعي الخدمات، أن ترعى الشباب، أن ترعى التعليم والصحة، كيف يمكن القضاء على الفقر؟ الفقر سيزداد، والفقر مثل ما قلت مركب لدينا في العراق، ليس فقرا ماديا فقط، هو فقر تعليمي، فقر صحي، فقر في كل الاتجاهات، هو فقر مركب. كيف يمكن القضاء على هذا الفقر؟ هم أوصلوا البلاد إلى هذا الحال. هناك تخلف، هناك أمية، هناك عشوائيات. لدينا 6 ملايين مواطن يعيشون في العشوائيات، فقط في بغداد 4 ملايين مواطن يعيشون في العشوائيات. هؤلاء كلهم من الفقراء، إضافة إلى المهجرين، إلى النازحين، إلى نعم. مصائب كبيرة. كيف يتحدث على ذكر المصائب دكتور عبد الحميد العاني؟ ظاهرة الفقر تفاقمها، وجودها، عدم علاجها، ما هي تأثيراتها السلبية على المجتمع، على قيمه، على أعرافه؟ الفقير الذي لا يجد ما يسد رمقه قد يذهب إلى مديات خطيرة. بالضبط، يعني كما يقال الفقر مع الجهل أرض خصبة لكثير من الأمراض، من أهمها الخرافات، ومن أهمها الجرائم بأنواعها الكثيرة. فالناس إذا غاب عنها التعليم، غاب عنها الوعي والأخلاق، وابتعدت وأصبحت في حاجة وفقر، فإنها ستلجأ إما إلى طاعة الذين يشترون نفوسهم، الذين يكونون مرتزقة هنا، ميليشيات، عسكرة المجتمع كما يقال، ويصبحون أدوات إجرامية، وإما هو يصبح تبعا لهواه فيكون مجرما. هنا في هذه الحالة الشارع أو الشعب العراقي هو الذي سيجني آثار هذه القضية، قضية الفقر. ليس فقط هو فقره على نفسه، وإنما آثار بقية المجتمع عليه، لأنه ستتراكم وتتفاقم، وهنالك يكون تداخل بين كل هذه الأمراض الكثيرة. نحن نتحدث أو الشارع العراقي هنا ينظر إلى موضوعين، ينظر إلى لغة الأرقام الموثقة من قبل تقارير دولية ومحلية ورصينة التي تتحدث عن واقع العراق المزري والإمكانيات التي بإمكانها إصلاح هذا الواقع، والشارع العراقي في نفس الوقت يسمع لغة هؤلاء السياسيين الفاسدين المسؤولين عن هذا الواقع الذي ينفي هذا الفقر وينفي هذا الواقع المزري وغيره. والشارع العراقي حينئذ نعم. هو الذي يقارن بين واقعه وبين الإمكانيات الموجودة لدى العراق. إذن الخلل، إذا كانت هنالك إمكانية ولكن الواقع هو سيء، إذن الخلل في الإدارة، والشارع العراقي هو المسؤول عن تغيير هذا الواقع بيده. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة التي بحثت في ظاهرة الفقر في العراق وارتباطها بالفساد الحكومي وسوء الإدارة وعدم وجود رؤية أو استراتيجية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة أو التخفيف منها، لم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وكان معنا من عمان الدكتورة هداب الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. نتوقف عند هذا الفاصل لنلتقي مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة.
إذا دكتور، ظاهرة الفقر في العراق مستمرة في ضوء الفساد الحكومي، سوء الإدارة، عدم وجود رؤية أو استراتيجية حقيقية اقتصادية علمية لمكافحتها كما يقول المختصون، لذلك الفقر سيستمر. الحقيقة كل الحقائق التي طرحت اليوم من قبل كل ضيوفك في هذه الطاولة، طاولة الحوار هذه، تؤكد أن الفقر في العراق صناعة. هناك من يصنع الفقر في العراق، هذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن تصنع الفقر في العراق. يبدو بارعة في صناعة الظواهر السلبية، أما الصناعة الحقيقية فهذه كارثة. نعم. كبيرة جدا الحقيقة، تصنع الفقر، صنعة الفقراء، موارد هائلة جدا للعراق ولدينا فقراء يقفون على أغنى قطعة أرض في الكون كله، في الأرض كله، لا في كلها، لكن هم أفقر شعوب الأرض. هذه كارثة بالنسبة للعراقيين. الأمم المتحدة تتحدث عن أن 69% من العراقيين الآن يعيشون في ظروف بائسة جدا، 69% من العراقيين فقط. دكتور، ذكرك اليوم أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاقي يتحدث أنه الحكومة صرفت 90 مليار دولار على حرب داعش. نعم، 90 مليار دولار. نعم، هذه جزء من 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 فسادهم، من خرابهم، من إدارتهم السيئة، من عدم قدرتهم على بناء بلد، من عدم قدرتهم على أن يكونوا رجال دولة. ما حد قالوا بالدولي قبل في عام 2012 أجرى استبيانا للعراقيين عن الفقر، و 52% من العراقيين أكدوا أنهم غير قادرين على تأمين مبالغ السكن. نعم، سكن 95% إلى 95% من العراقيين قالوا نحن مواردنا المالية غير قادرة أن تلبي حاجات حياتنا البسيطة الاعتيادية. إذن لدينا كارثة كبيرة في العراق اسمها الفقر، والفقر مرتبط بسياسات عامة، صناعة عامة، سياسة صنعت كل هذا الفساد، كل هذا الخراب، كل هذا الفقر، وصلت العراقيين إلى هذا المستوى. وبالتالي والآن يتحدثون عن انتخابات قادمة. من صنع هذه المأساة غير جدير أو غير قادر على صناعة، غير جدير أن يبقى حل. على أن يبقى على سدة الحكم. نعم. أن يبقى يحكم العراقيين ويأتي لهم بالكوارث، يأتي لهم بالفقر والأمراض. أشكرك. والخراب، ويطالبهم بالمجيء لانتخابه مرة أخرى لكي يستمر الفقر ويكبر ويتغول عليه مع بقية الظواهر السلبية. نعم. شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا دكتور رافع. حياك الله.